السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب وأنسات تانية إعدادي. معانا النهاردة حل الامتحان الكبير. تعالوا نقرأ العنوان في الأول. خالد is asking علي all about، أو بيسأله about his father's job، بيتكلموا عن وظيفة الأب. فهنا بيقولوا what's your father's job، إيه وظيفة باباك؟ طبعا إحنا ما نعرفش. فسأله سؤال، قال له he works in زهراء بريب سكول، شغال في مدرسة الزهراء، يبقى ده مدرس. سأله سؤال قال له هي تيتشز انجلش، بيدرس انجليزي. هل الطلبة دي معناها التلاميذ؟ هل التلاميذ بيحبوه؟ يا يا لا. سأله سؤال أخير قال له هي جيتس اب، هو بيستيقظ مبكرا. طيب تعالى كده نشوف ازاي هنجاوب. واتس يور فاذر جوب؟ يبقى هنقول ايه تيتشر، مدرس. فقال له أين يشتغل؟ كلمة أين يعني إيه أسئلة تانية؟ يعني وير؟ طيب هنا لقيت الفعل المضاف له إيه؟ عوض بمين؟ برافو، بدز اللي هي تطلع. وير داز هي ورك؟ أين هو يعمل؟ فالإجابة في مدرسة الزهراء. طب سأل سؤال قال له بيدرس إنجليزي، يبقى ماذا هو يدرس؟ وات يعني ما وماذا؟ teaches مضاف لها اس يبقى does، هي تطلع. what does he teach، ماذا هو يدرس. do his pupils like him، هل الطلبة بتحبه؟ sure yes they do، ايوه طبعا بيحبوه. sure بالتأكيد، of course بالطبع، كل دي كلمات صح. سأله سؤال قال له هو بيصحى الساعة 8، امتى بيصحى؟ بتضاف اس يبقى برضو داز، هي تطلع. جيتس هتبقى مصدر جيت اب، متى يستيقظ. يبقى يا شباب عشان كتبت داز لازم يجي مع الفعل مصدر جيت. تعال نشوف السؤال التاني، وهو سؤال القطع. بيقول لي هنا كأسئلة الأول جيف اسوتيبل تايتل، اعطي عنوان مناسب، عايز عنوان. Why do you think، ليه تعتقد السياح بيزوروا مصر؟ What does underline its، عايد على ايه؟ Number 4 delicious معناها ايه؟ طب دي مش محتاجة، بتساوي اكيد كلمة taste اللي هي معناها ايه؟ اللي هي معناها لذيذ. طب اللغة الرئيسية في مصر اكيد عربك من غير ما اقرأ. طب الطقس في مصر اكيد فاين، جميل طول السنة، دايما بنقول كده. تعالى بقى نشوف. Egypt is a great country، مصر دولة عظيمة. In the Middle East، في الشرق الأوسط. Its capital، المفروض its بالاي، its capital، لا its capital عاصمتها is Cairo City، القاهرة. The main language is Arabic، لغتها الرئيسية العربي. Add الطقس فاين، قول زهير. السياح بيجوا مصر من كل أنحاء العالم، ليه؟ إيه؟ To enjoy، يستمتعوا بيها. استمتعوا بإيه بقى يا عم؟ قال لما بيجوا بيستمتعوا بالـ its ancient places، بالأماكن القديمة. such as يعني مثل، Egyptian museum to see ancient states، they are also كمان بيستمتعوا بزيارة الأقصر وأسوان، بيحب يزوروا معابد الأقصر والسد العالي في أسوان. برغم إن هما بيزوروا برج القاهرة بيبصوا عليه، also أيضا بيزوروا برج القاهرة وبيبصوا عليه بص، have a look يعني بص بص. بيبصوا بص على كل المدينة من القاهرة، من أعلى القاهرة. It's beautiful view، بيبقى منظر جميل، السياح بيحبوا الوجبات اللذيذة في مطعم في القاهرة. حلو، إيه الفكرة أصل القطعة؟ ممكن أسميها tourists، السياح. ممكن اسميها ايجيبت. اللي هي معناها مصر، يبقى ممكن نقول السياح، ممكن نقول مصر، ممكن نقول اثار مصر، اي حاجة انت عايزها تبقى حسب الموضوع. ليه تعتقد السياح بيزوروا مصر؟ احنا قلناها to enjoy it عشان يستمتعوا بيها. ازاي؟ قال لي it's ancient، هنكمل بقى لغاية أسوان، من أول هنا، من أول فين؟ من أول هنا،
بويزن. عذاب. طيب بيقول لي هنا السؤال التالت، كلمة ايه تساعد على مين؟ هو بيقول لي أثرها، يأثر مين؟ ايجيبت. جميل. السؤال اللي بعده بيقول لي ديليشز معناها تيستي، واللغة العربية العربية الأساسية، والطقس كان كويس. حلو جدا. فاضل عندي العشرة اختياري. أول سؤال بيقول لي زي this not is comfortable، دي مريحة وفيها أربعة، إيه اللي بتشيل أربع بني آدمين؟ السوفا، الكنبة. طب هي حست بإيه لما زي صمن في رجالة توك هير فازر خدوا أبوها من البيت؟ يبقى طبعا البيت تيربل، حست منزعجة متضايقة. زير نيو هاوس، البيت الجديد اللي في القرية، نير آ ريلوي لاين، خط سكة الحديد، يبقى ريلوي لاين خط سكة حديد جاي من بعيد. هي بوت، جملة دي ماضي، أصل بوت ماضية بوت. هي بوت هيز كلوز، وحط لبسه تشيست اوف دروورز، خزانة الأدراج. الستريت فود سيلرز، البياعين بتوع الأكل، مالهم؟ قال لي بيحطوا طعامهم ايه في الفود، ايه فود ستول، في كشك الطعام. تمام. طب ستة، ذا تيتشر تريتس هير تشيلدرن، المعلمة بتعامل طلابها كايندلي بالال واي، بلطف بعطف، هو ده الصفة، الظرف او الحال بتوصف الفعل. صباح از ريلي كايند، طيبة جدا. شي نوت هير تويز، بتشارك لعبها مع صحابها. نمبر 8، واي ار يو ار ام ويز و ار زائد الفيرب زائد الاي ان جي، ده المضارع المستمر. خلص. اف يو ار او اف يو تار، لو انت مرهق، واي دون يو، ليه لا نوت اريست، كلمه هاف اريست يعني ياخد راحه. زي نوت جود سكول اون هوليديز، بنروح المدرسه يوم الاجازه، اكيد نيفر، ممنوع ما نروحش. ليسن ناو لوك وليسن ات ذا مومنت ات ذا بريزنت، ده مضارع مستمر، يبقى ام ويز وار فيرب اي ان جي، يبقى هنا ار سينجينج. طب ذا ستريت فود سيلر يوجوالي، برضو مضارع بسيط بقى هنا، اللي هو اسم المفرد والجمع مصدر، ميك تبقى ميكس. نمبر 3، علي سبيك انجلش جود، بتتحول لايه؟ ويل، بيتكلم انجلش كويس صح. بعد كده جبت لك على الديلي روتين، اللي هو الروتين اليومي، بتعمل ايه في يومك؟ بتصحى امتى؟ بتنام امتى؟ بتاكل ايه؟ بتشرب ايه؟ ايه الروتين اليومي بتاعك؟ وبكده بنكون خلصنا الفيديو بتاع حل الامتحان. يا رب الناس تذاكر وتظبط نفسها اكتر عشان الامتحان الجاي تكون الدرجات افضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.